الفكرة تسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا باشمهندس. ايوه دكتور، انا المفروض اعمل شنو؟ معلش انتو اجازات بيسر يوم. للهناي دي للكولابريشن بين سيكو وسيباك في تقديم المحاضرة دي، انتو مكتب تنفيذي جديد والناس يعني اتعامل معاكم من رابطتنا يعني. انا طبعا جاية از مشتركة، لكن كان في اعلان موجود انه رابطة المهندسين السودانيين بقطر بالتعاون مع رابطة محترفي تقنية المعلومات والاتصالات تقدم محاضرة نوعية اليوم بعنوان هندسة المتطلبات وتقنيات Prompt Engineering، اللي هي مقاربات مبتكرة لتحسين التفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي. So شكرا جزيلا متشكرين لك، دكتور أنور، البوست شكرا بتاعك كان جميل، شكرا شكرا اتراكتيف. شدانا الشديد، خصوصا وريتنا مثال يعني. اي نعم، انا سامع الكونفرسيشن بتاعتكم قبل على انكم شات جي بي تي ما كويس وده ما كويس. طبعا انفورشنتلي يعني ما اقدر اقول لكم الخبر الحزين، لكن اي حاجه قاعد تستخدموها ثانيه اتس ابوف، اتس يعني بيستخدم الاي بي اي بتاع جي بي تي لو 4 ولا 3.5، يعني مش شات جي بي تي كعب ولا كويس ولا كده، وده الكلام ده هنوضحه ان شاء الله في لكن خلينا انا تو ريفريز او اوريك البوست اللي طلع من نيرا ده مشى لهاجم على اساس انه المحاضره تقام، انه رابطه محترفي تقنيه المعلومات والاتصالات السودانيين بدوله قطر بالتعاون مع رابطه المهندسين السودانيين، لانه الانيشيتيف كانت مننا، عرضنا على الروابط كلها في كل مجالاتها تحت هاشتاج انا ده مسميه اي اي اند اي، يعني انا ده ومعايا الاي اي بقدر يا اخوانا اتكلم معاكم في البرومبت انجينيرنج في اي مجال من المجالات. ده تحدي كبير، بس عشان نثبت للناس انه شنو؟ انه احنا في عصر مختلف تماما، ممكن يعني نوري فيه. طبعا رابطه المحترفين اللي هي سي باك رابطه تاسست سنه 2019، عضويات قريبه 800 نفر، ونحن بنشتغل برضو بنظام الجوكر مع المهندسين، يعني انا مهندس حاسب الي باي تريننج، لكن انا رئيس الرابطه بتاعت الاي تي، وفي ناس بيكونوا شغالين سوفت وير انجينيرز من باك جراوند بتاعت كهرباء، بالتالي بيكونوا موجودين في رابطه المهندسين السودانيين. فنحن سعيدين جدا انه في تكامل يعني باي ديفينيشن وباي باي نيتشر اوف اور ديسيبلينز وفيلدز يعني. فالمحاضره يعني الفكره بتاعتها بس انه الفتره اللي فاتت دي انا قاعد اتعلم، اي جين نولج فور ماي اون سيك يعني، وانا زون نولج شيرر باي ديفولت، هقدم لكم نصيبي على شويه. فحسيت انه انا في كم بتاع معلومات اكتسبته ممكن انا اي كان شير ات، وباي شيرنج ات انا يعني اي سيمنتد في راسي انا ده، وهتعلم مؤكد منكم، لان كل واحد فيكم بيكون عنده يعني سيرتين كومبتنسيز انا ما عندي، انا بيكون ما عندي المقدره انه اكتسب النولج زي اي زول موجود فيكم هنا ده. فدي حاجه كويسه جدا، ودي اللي بتخلينا احنا نكون متاكدين انه الهيومن دايما هيكون ان فرونت اوف ذا ارتفيشال انتليجنس، حتى لو وصلنا الاي جي اي، يعني الناس بيتكلموا على اي اي اللي هو ارتفيشال انتليجنس، لو وصلنا لاي جي اي اللي هو ارتفيشال جنرال انتليجنس، دي زي بتعرفوا الفرق ما بين اللي هو الثيوري اوف ريلاتيفيتي والثيوري اوف جنرال ريلاتيفيتي، لما تعمم وانتم كلكم مهندسين بتعرفوا لما نعمل قانون عام ده خلاص بعد كده بينطبق على اي حاجه، فلو بقى في يعني ارتفيشال جنرال انتليجنس ده يفترض انه يكون حاجه متفوقه جدا وبتاع، لكن برضه انا بفتكر انه البني ادم يعني قادر على القصه دي. فده الخلفيه بتاعت البرزنتيشن. في ديسكليمر بسيط انه انا ده ما عندي اي كونفليكت اوف انترست، انا اي سولي بس انه اقدم يعني نيوترال ان اوبجيكتيف اوفر فيو عن البرومبت انجينيرنج بيز على الاكسبيرينس بتاعتي في الايام اللي فاتت. انا اسمي انور فتح الرحمن احمد دفع الله، مهندس حاسب آلي، اتخرجت من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الاكاديميه البحريه في اسكندريه، قلت ماجستير ودكتوراه في علوم الحاسب الالي. التخصص بتاعي هو الداتا مايننج، والداتا مايننج زي ما بتعرفوا هو عباره عن انترسكشن بين 6 علوم مختلفه، فيهم الاستاتستكس، فيهم الماشين ليرنينج، فيهم الالجوريزمز، فيهم الداتا بيز، فيهم الانفورميشن ريتريفال، وفيهم النيورال نتوركس. ولو لاحظنا هنا بنلاقي الانفورميشن ريتريفال والداتا بيز والنيورال نتوركس والالجوريزم ديل هم بالضبط الكومبوننتس اللي بتشكل الارتفيشال انتليجنس. فالماشين ليرنينج دي احنا تعرضنا لها سنه 2003 لكن ما كان عندها البوم الاسي دي. اشتغلت استاذ مساعد يعني في مختلف الجامعات، ومدرب اول معتمد في الحاسب الالي، بدرب في الامن السيبراني، بدرب في
الارتفيشال انتليجنس، والسبيشال انترست بتاعي في الريسيرش هو امن المعلومات والخصوصيه. فنشرت كتاب في الموضوع ده اللي هو اسمه برايفسي بريزيرفينج داتا ببلشنج، وبحب برضو التطوع، فبالتالي الكلمه اللي فوق دي لو بقت لكم طويله ممكن نقراها، اسمها A Multi Potentialite، اللي هو من ذوي الشغف المتعدد، الناس اللي كان يعني اكزل في اكثر من مجال. ممكن انا اكون كويس في الهندسه الحاسب، وكويس في الترجمه، وكويس في شنو، كويس في شنو. فعشان كده اي اي ان اي ده ان شاء الله هيكون الثيم بتاعنا. فعندنا باخواننا مجله علميه مختصه في الهندسه والتكنولوجيا اسمها ايجت، ذا افريكان جورنال اوف انجينيرنج اند تكنولوجي، ودي بير اوبن اكسس بير ريفيو جورنال تابعه للسودانيز ريسيرشرز، اللي هو كان لي يعني الشرف انه اي فاوندد في 2009 وايل اي واز دوينج ماي بي اتش دي. فبرضه اتشرف جدا جدا انه اخواني في الرابطه بتاعت محترفي تكنولوجيا المعلومات يعني منحوني ثقتهم، وبقيت الرئيس بتاع المكتب التنفيذي الدوره بتاعت 2022 2024 معاكم هنا في المكتب التنفيذي، يعني اسيستنج، وشاب رائع جدا المهندس المعلوماتيه زاهر الحلو اللي هو زاهر الخليفه، شوفوا هنا كو هوست في الجلسه دي. طيب لو دارين اكثر تعرفوا اكثر، بالمناسبه انا عندي ويكي يوزر بيج، الويكي يوزر بيج ده انا برضه هتكلم عنه هسه دي سريعا هنا، ده هديكم العنوان بتاعه عشان كلنا نخش سوا وبعد ذاك نطلع منها، عشان انه شنو تعرفوا اهميه الحاجات. انا بتكلم لكم بحاجات بنفسي انه كل الناس تعملها لنفيسها عشان تجرب والله فور فن الى اخره. شوفوا انا شير الشاشه هنا، دي الويكي بيج. قبل 16 سنه اخوانا بديت الويكي يوزر بيج، دي يوزر بيج ما ارتكل، بحاول اوثق فيها اي حاجه اي نشاط بعمله. يعني الليله بعد المحاضره ان شاء الله تطلع ناجحه وتكون كويسه، واسمع منكم فيدباك بوزيتيف، بجي طوالي باخد شنو في انه والله في البانليست ولا في الببليك سبيكينج ولا كده، باخد طوالي ان انا والله كنت بشارك في محاضره كده 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 يوم كده كده. لو في فيديو مسجل زي الفيديو ده طوالي بنقوم نوديه اليوتيوب، ناخد له رابط طوالي هنا، فبتلقوا انه حتى الريسيرش واللقاءات التلفزيونيه وغيره وغيره وغيره، تمام. وفي ريفرنسز موجوده متوفره تحت يعني عشان تؤشر الكلام ده. الكلام ده بقوله لكم ليه؟ لان اخواننا ويكيبيديا از ون اوف ذا مين سورسز للارتفيشال انتليجنس، تحديدا لللارج لانجويج مودلز وعلى راسهم اللي هو جي بي تيز، تمام. فاليوزر بيج دي انا انصحكم الليله، انا بديت قبل 16 سنه، المثل الصيني بيقول شنو؟ بيقول افضل وقت تزرع شجره كان قبل 10 سنوات، وتاني افضل وقت هو السيدي، لانه بعد 10 سنوات هتكون مرت على الكلام ده. فانصحكم انه يا شباب طوال تقوم تعملوا شنو؟ تعملوا القصه دي. احنا بنتكلم اخواننا في مجال اللي هو بتاع الارتفيشال انتليجنس، فيكم ناس انجينيرز يعني في الكمبيوتر انجينيرز زي سماح، فيكم كل الناس اليوزرز بيستخدموا مختلف الابلكيشنز، كلنا بشكل او باخر اللارج لانجويج مودلز او الناتشورال لانجويج بروسيسنج ريفوليوشن خلتنا كلنا نحن في شنو؟ في حاسين كده بانه في حاجه كثيره فاتتنا يعني. لكن نحن نتكلم عن الهيومن انتليجنس، قبل نتكلم عن الارتفيشال انتليجنس نتكلم عن الهيومن انتليجنس، لانه في ناس برضه دي ميس البوينت في انه يا اخي والله برنامج الذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي وعمل لي وسويت لي وقلت له تكتب لي طلع لي، ده كله يا اخوانا از يعني اتمت تو سيميوليت ذا هيومن انتليجنس. شوفوا الكلام ده، كل الكلام ده هو بيحاول. في ناس كتير جدا بيقولوا انه الاي اي لحد اللحظه دي بيكون يعني مثلا في الماشين فيجن، كونه يتعرف على الاشياء دي، صوره دي بتاعت كلمه ودي ما اعرف شنو بتاع دي، ما وصل يعني تريننج بتاع طفل عمره سنتين لحد اللحظه دي اللي بيتكلم فيها. فالذكاء البشري هو الكنت الاساسيه، يعني تخيلوا انه القدره على التحليل والتخطيط وحل المشاكل وبناء الاستنتاجات وسرعه التصرف والقدره على التفكير المجرد الابستراكت ثينكينج، دي حاجه فيري يعني زول تلقاه قاعد جنب البحر كده ماسك له سيجاره كده، ولا زول بالويند وقاعد بعاين كده، زول يفكر في شنو بيقول في شنو، نو وان كان يعني اكستراكت الحاجه اللي هو فكر فيها في اللحظه الثانيه، ما في واحد كان ريد ذير مايند يعني. جمع وتنسيق الافكار، التقاط اللغات، ممكن يتعلم احنا اللغات يعني في ناس عندهم حاجه، وسرعه التعلم. وهنا برضو في تاني حاجه اللي هو السيلف كونشسنس، دي بتميزنا تماما عن اي ماشين مهما كانت انتليجنت،
انه انا ده، انا اوير بانه انا انور قاعد حاليا في كرسي في غرفه في بعيه في الدوحه في قطر، الساعه كده معاي فلان وفلان وفلان. فالسيلف اويرنس ده ما حاجه موجوده عند الماشينز، تمام؟ فالذكاء الاصطناعي هو بس بيحاول شنو؟ بيحاول انه يحاكي، انه والله بيبيلد ماشينز بالكمبيوت وبالالجوريزمز وبالبيج داتا على اساس انه نصل للذكاء البشري. تمام يا اخوانا، لو اتكلمت سريع في حاجه ما هنا ممكن توقفوني طوالي، لانه البرزنتيشن ما جربتها يعني قبل الكلام ده سي. فالذكاء الاصطناعي يا اخوانا هو اصلا برضه انترسكشن بتاع ماثماتكس، يعني هولا للماثماتيشنز والفيلوسوفي والكمبيوتر انجينيرنج، ديل الثلاثه، ثلاثه انترسكشن بتاع المجالات دي هم اللي ولدوا لنا الذكاء الاصطناعي يا اخواننا. اول مره السكه بتاعت المصطلح ده كانت في 1956، يعني مع استغلال السودان. الزور اللي هنا في ناصية التحت ده اسمه جون ماكارثي، ده هو اللي قال لنا اخواننا في حاجه حيكون اسمها ارتفيشال انتليجنس. لكن قبلها كان في تورينج ماشين اللي هي فيها التيست، بيقول لك انه الحاجه دي الاختبار ده بيوري انك انت ماشين ولا بشر لو بيتخطى لك حاجه. امبارح انا سبحان الله شاركت في سيرفي بتاع بروفيسور في جامعه اونتاريو تيك في كندا، خدت زي باسجز كده وبيقول لك يا اخي اقرا الباسج ده وقول لي ده عامله اي اي ولا عامله بشر. وسبحان الله صعب جدا جدا انك تميز بينهم الاثنين. فالحاجه دي تخيلوا كان زمان في الاربعينات وفي الخمسينات، فاول مؤتمر بتاع ذكاء اصطناعي عقد في 1956. تمام؟ طيب ليه اس يعني احنا الناس دي قايمه كده وفايره وبتاع؟ الحصل كله يا اخواننا بس القصه بتاعت اللارج لانجويج مودلز اللي هي الجي بي تيز وغيره يعني. فزي ما كان في الاوبريتنج سيستمز على مستوى الجهاز الواحد كان كله بيستخدم كوماند لاين، الباك جراوند بتاعه لونه اسود وبنكتب كود وكده. اول ما بقت في جرافيكال يوزر انترفيس دي كانت الريفوليوشن الاولى. اول ريفوليوشن كده عملت ديموكراتيزيشن لمنو عنده اكسس للكمبيوتينج والريسورسز كده. الثوره اللي بعدها طبعا جات الانترنت برضو عملت ديموكراتيزيشن كبير، وهم في ناس كتير بيقولوا انه والله يا اخي اللارج لانجويج مودلز والاي اي هو ذا ثيرد بيج ثينج، يعني الحياه الكبيره جدا. الاي اي ما بيشتغل يا اخوانا من غير داتا، وده السبب اللي خلاني اوريكم قبل شويه الويكيبيديا بيج بتاعتي. يعني كل الحاجات اللي فيها موجوده عني انا ده انا كاتبه، ما في زول عارفه. انتو يو مي يعني انتراكت مي ولا كام اكروس مي في سيمينار في محاضره في حاجه، شفتني لي في بوست في الفيسبوك، تلاقينا في تيدكس، ما اعرف عملنا شنو في الباحثين السودانيين، لكن دي كلها ايفنتس، دي از نوت ذا هول ريبريزنتيشن اوف ماي سيلف يعني. فالبرسبشن ده بتاع انه انا شايف نفسي كيف، ده انا بخطه اسهل للناس في الانترنت او بخطه للويكيبيديا ولا بخطه لحته ما عشان بحب الدوكيومنتيشن عشان انا زول نرجسي عشان غيره، لكن موجود في الانترنت. ده الكلام المهم جدا جدا. فاي واحد منكم لازم يكون خاطي حاجاته يا اخوانا في الانترنت. الكلام ده احنا طبعا تو فار بيهايند، كل الناس اللي بيتكلموا لغه عربيه ديل بعيدين كل البعد. لو كتبت بالانجليزي انت يعني بتزيد في الكونتنت الانجليزي لو ما ترجمته للعربي ولا كده. فدارين ديتا 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 دي مهمة جدا. تفضل يا باشمهندس سامح. طب نحن حس حاليا بقينا نخاف ناخد داتا، لانه بقول لك في هاكينج ممكن الداتا يستغلوها في حاجات تانية. العكس بقول لك ما تخد، ما تبقى مفتوح في الانترنت. صحيح، انا قلت لك البي اتش دي بتاعتي في البرايفسي بريسيرفنج داتا مايننج، يعني انا موضوعي الاساسي اللي قاعد ابحث فيه 7 سنوات في ماستر في البي اتش دي كان انه هاو تو بريزيرف الانديفيديوالز برايفسي في البيج داتا سيتنج، ده الموضوع بتاعي الاساسي. لكن يا اخواننا دي ما الحاجه اللي بنتكلم عنها نحن، كونك انت قريت وين وعملت شنو واتخذت في المحاضره وكنت مع منو ولا بتاع، يعني الناس برضو ما تخاف. لو لاحظت انه نحن العقليه الامنيه بتاعتنا سايقانا، بتخلينا دايما بنكبت الحاجات بتاعتنا ما نطلعها بره. الكلام ده في كل المناحي بتاعت الحياه بتاعتنا، وبالتالي عشان كده احنا تو فار بيهايند. دايما بيطلع برنامج وبعدين اقول يا اخي البرنامج ده بعدين نعربه، اشطر واحد فينا مش يعرب البرنامج، لكن ما في زول بيعمل برنامج، لان البرامج دايره ديتا مش كده؟ فلو جينا احنا اتكلمنا على مصادر البيانات احنا نجيبها من وين؟ فين بيانات بشريه؟ زي الصفحه بتاعتي بتاعت الويكيبيديا دي، انا بتكلم على حاجه اوبنلي اكسس اكسسبل للناس، ما حاجه انت اخذتها بيوزر نيم وباسورد زي البلوج بتاعك زي الويب سايت بتاعك، دي حاجه
بابليك موجوده، الكراولرز والما اعرف شنو الايجنتس بتقدر تمشي تلقطها وتجيب منها. اللارج لانجويج مودلز ممكن هم يلموها يعني ويتدربوا عليها، تكون في داتا سيت يتدرب عليها الموديل نفسه عشان يبقى احسن في الفتره الجايه. المره دي لما سالته قلت له يا اخي امير حسين ده منه؟ قام ما لا تخلي حاجه من راسه ولا قال لي والله انا اي دونت هاف انف انفورميشن اباوت ذيس بيرسون. لكن المره الجايه لما انا قلت له هو هيمشي وهيلقى امير حسين لما يتدرب التريننج الجاي يعني. تمام؟ فهنا قلنا مدفوعه البيانات الكثيره بقت موجوده. ثاني حاجه الكمبيوت، عشان احنا بنتكلم على كوانتم كومبيوتنج. وثالث حاجه اللي هي الخوارزميات الالجوريزمز بتاعت الارتفيشال انتليجنس. كلكم يا اخوانا بتكونوا شفتوا نتفليكس، لو ما عندكم اشتراك وبتتابعوا حياته كده في نتفليكس بيعمل لك ريكومنديشنز. الريكومندر سيستم ده عباره عن اي اي، ومن زمان ناس نتفليكس عندهم جائزه مليون دولار مدوره كل سنه لو جبت لهم الجوريزم احسن من الالجوريزم بتاعهم الشغاله. سيدي انت بتاخد مليون دولار طوال يسلمه وتبقى مالك تاكس فري. فالكثير من البيانات بيانات بشريه دي موجوده في الكتب، مقالات، بحوث علميه، رسائل الكترونيه الى اخره. الاجهزه والانظمه برضه بتولد بيانات، يعني كل الكاميرات دي فيها بيانات. الاجهزه الاستشعاريه اللي هو السنسر نتوركس والجي بي اس، كذلك السيميوليشن البيانات المنتجه لو عملت لك اي برنامج تقدر تحاكي بيه حاجه، فيه برضه بيانات. وفي الببليك ريكورد دي مهمه الحكومات والنون فور بروفيت كومبانيز والجزء بتاع النولج في الشركات، يعني مايكروسوفت مثلا عندهم مايكروسوفت ريسيرش ممكن تلقى فيه البيانات بتاعتهم كده. في انواع مختلفه للذكاء الاصطناعي عامه ممكن يصنفوها لثلاثه، لكن انا قبل دخلت وحاولت امشي اخذ لي زي ما بقولوا هناك. في بيقول عليه الويك اي اي، الاي اي الضعيف اللي بيعمل له سنجل تاسك زي الاكسبرت سيستمز. دي كلنا في الجامعه كان مشروع من المشاريع بتاعتنا بتاعت الارتفيشال انتليجنس، يقول لك اعمل اكسبرت سيستم يشخص الزول ده عنده ملاريا ولا ما عنده ملاريا. طيب عندك حمى عندي حمى، عندك صداع ما عندك شنو عارف يس نو، بتكون في ديسيجن تري كده الطق بتوصلك لشنو؟ لانه يس ولا نو. كذلك الموضوع ده بالمناسبه الناس هنا طبعا في قطر يكونوا عارفين القروض كويس، لما تمشي عشان يعملوا الكريدت سكور بتاعك هل انت تستحق قرض ولا ما تستحق قرض. طوبى للناس اللي ما عندهم قروض يعني. اتفضل يا امير. يا دكتور، الملاحظ هسه مؤخرا، معلش قاطعناك، ملاحظ مؤخرا تتونس في حاجة معينة كده، مجرد ما تفتح السوشيال ميديا بتلقى نفس الحاجة اللي قبل شوية تونس فيها دي موجودة يعني. هتكلم في الموضوع ده في النهايه هناك في الايثيكال ايشوز ماشي ارتفيشال ماشي، انتليجنس شكرا وغيره. اي شكرا. دي ده جانب مهم جدا جدا، لكن اتس تريد اوف يا عمير بكل بساطه يعني. يعني انت ممكن تاخد نسخه مجانيه من شات جي بي تي تعمل بيها الهوم ورك بتاعت اولادك، وسماح تعمل بيها الديبيت بتاعت اولاد والما اعرف شنو، والكلام ده ما فيش يعني. الشركات دي كيف هتدور يعني؟ ففي مقوله عامه في ناس البرايفسي بيقولها، بيقول لك انه لما ما في دفع معناه يتزلك البرودكت، مش كده؟ المهم دي الاكسبرت سيستم دي اضعف حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو السوبرفايز ليرنينج، دي انه اخذ لي يعني ليبلز ولا كده. عندنا في الايميلات بتاعتنا كلنا، امير لو ما محتاج يدك ممكن تنزلها بس عشان ما اكون كونفيوز. تمام؟ عندنا في السوبرفايز الايميلات بتاعتنا بتلقى في كاتيجوريز، في رساله بتمشي الانبوكس، في حاجه بتمشي الدرافت، في حاجه بتمشي السبام ولا الجنك ولا غيره. الكلام ده بيحصل كيف؟ بيحصل بالسوبرفايز ليرنينج، انه انا بجيب له كميه بتاعت داتا سيت فيها الرسائل بتاعت انه انا والله ابوي امير نيجيري وما تخلى لي ثروه ما اعرف 50 مليار اديني كده عشان احول لك مليون، مش كده؟ الرسائل دي لما تتكرر كتير خلاص بصنفها تكون عندها ليبل، ده اسمه السوبرفايزد ليرنينج. بعدين في الانسوبرفايزد ليرنينج زي الماركت سيجمنتيشن مثلا، وهنا احنا بنحاول نشوف الاستراكشرز بتاعت الريليشن شيبس في ان ليبل داتا. تمام؟ الايمج كلاسترنج مثلا، في صوره بتاعت كديسه 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 كديسه، جاتني صوره جديده، الالجوريزم بيتعلم من نفسه انه كديسه حي عندها اذنين وعندها عيون وما اعرف عامله الكاركتر الباترن بتاعه، وبيقوم بناء عليها بيقوم بيعمل لها كلاسترنج يعني. الشيل يعني الحاجات اللي عملت بومينج ممكن نبدا من هنا من رينفورسمنت ليرنينج زي تريننج الاي اي للجيمز مثلا. الجيمز يا اخوانا فيها حاجات كتير جنريتد سبونتينيوسلي، في اثناء بتلعب في الجيم بيكون في حاجات بتترسم في الشاشه في اثناء ما انت شغال، والجيم ذاته عنده نوع بتاع انتليجنس انه يكون يعني بيصعب قدر ما تمشي لقدام، بيصعب قدر ما تكون انت ضعيف بيقوم بيديك. هنا الناس اللي بيلعبوا فيفا وبتاع بيعرفوا الكيشه تحديدا بيعرفوا الكلام ده اكتر. يلا انا هنا ده قلت لكم شنو الامبلمنتيشن بتاع الحاجه دي، خدت لكم ودي حاجه واحده من الفوائد اللي استفدتها الليله من
عشان تحضر المحاضره دي، انه انا كنت داير طريقه يعني اسندنج اوري الديفيكولتي بتاعت الامبلمنتيشن عشان نعرف ان احنا تشات جي بي تي ده وكل اللارج لانجوج مودلز واقعه وين بالضبط، تمام؟ فالاكسبرت سيستم ده اسهل حاجه، ده مودريت سوبرفايز ليرنينج بتاع الايميل فلترز وكده او الكلاسيفيكيشن، بعد كده ان سوبرفايزد مودريت يعني بس هو ده داتا بري بروسيسنج، والجوريزم سيلكشن لازم اختار الالجوريزم بصوره كويسه، الريفورسمنت ليرنينج قال لك هاي يعني الديفيكولتي بتاعت الامبلمنتيشن بتاعته هاي، داير كومبلكس سيميوليشن انفايرمنتس اند ريورد ستراكشرز يعني ما سهل، الجزء الثالث اللي هو الارتفيشال نيورال نتوركس الاي ان ان، ودي يعني بتحاول تحاكي اللي هو النيرونز بتاعت الهنايه، والمجال بتاع البايو انفورماتكس الحته دي مشى حته كبيره فيها الفيشل ريكوجنيشن، يعني في فيديو ما اعرف لو شفتوه بتاع جيميناي لما يخد له نقاط كده يقول له دي شنو، يقوم يقول له ده كراب ده المقص بتاع السمك ده، احنا لما نشوف النقاط لكن هو شايف الباترن بتاعه لما يوصله كده ده عباره عن مقص يعني، تمام؟ ففيها زي ناس الفويس اسيستنس ناس سيري واليكسا وبتاع ده الارتفيشال نيورال نتوركس، والامبلمنتيشن بتاعه هاي. يعني احنا هسه محاضرتنا الليله يا اخوانا في الكات في الفاميلي دي بتاعت الناتشورال لانجويج بروسيسنج الان ال بيز، عشان الناس تكون عارفه الرئيسه وين، ان دي يا اخوانا ما الحته الاصعب، الاصعب منها المالتي ايجنت سيستمز، ودي الناس اللي بيكونوا شغالين يعني في الالجوريزم كوردينيشن والكوميونيكيشن بروتوكولز وكده، يعني الانترنت نفسها الراوتنج والما اعرف كل الكلام ده المالتي ايجنت سيستمز، لانه في برضه جزء بتاع بريدكشن وكده. فدي سبعه كاتيجوريز، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، دي السبعه كاتيجوريز اللي احنا ممكن نقسم عليهم. يلا هنا ده في الناشونال لانجويج بروسيسنج، هنا ممكن تلقى شنو؟ الشات بوتس كلها، والله ده شات جي بي تي وفي واحد احسن منه وده ما اعرف جيميناي، ده كلها موجوده في الكاتيجوري دي في الفاميلي دي. ناس السمرايزيشن التكست سمرايزيشن ده كله، ناس الجوجل ترانسليت والمعرفة، كل الكلام ده يا اخوانا موجوده وين؟ في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، وهي عملت الريفوليوشن الاساسيه اللي خلتنا كلنا اتراكتد للارتفيشال انتليجنس. ليه؟ لانها شوف الكلام ده اسمه كيف؟ بتستخدم ناتشورال لانجويج بروسيسنج. تلك هي القضيه على قولنا. طبعا كلكم بتكونوا شفتوا ابلكيشنز موجوده حوالينا، روبوت، ناس بلوك تشين، درونز، انترنت اوف ثينجز، ارتفيشال انتليجنس، اوتونوموس فيكلز، 3 دي برينتنج، الاوجمانتد فيرتشوال رياليتي، الميكس رياليتي غيره. دي تقنيات تطبيقات مختلفه. اما بعد ده كيف ان احنا يا اخواننا بندرب الناتشورال لانجوج بروسيسنج الشات بوتس، يعني شوفوا شات جي بي تي قاعد وين هنا ده، لكن قبله فيه هيومن الاينمنت، دي حته مهمه انه الجي بي تيز هي فيها هيومن انترفينشن. لو لاحظت انت اي برومبت برسله بيديني فرصه بتاعتي انه انا اعمل فيه ايديت، اخش اتدخل فيه وانا كبشر يعني. ما ليه؟ لانه سالته عن يا اخي انور ده الله ده منه؟ قام فتل لي حاجه، بقول له لا 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 الزول ده ما كده، الزول ده كده كده كده، بيقوم يقول لك شكرا جزيلا وتعالى، بيقوم بيرجع لك كلامك زاد في البرومبت الجديد. ففي فرصه بتاعت هيومن انترفينشن دي يا اخوان، الحاجه دي حاجه يعني تخيلوا كل الكلام الحاصل ده في بشر اسي زيه وزيكم قاعدين هسه حاليا بيظبط ويعدل في البرومبتس، ترارارا ديل البرومبتس انجينيرز يا شباب، ديل الناس اللي بيساعدوا في انه الثوره بتاعت الموضوع دي تمشي لقدام يعني. كل اي حاجه هنا في البرزنتيشن عندها انا هتشارك معاكم بعدين البرزنتيشن نفسها في لينكات، ممكن تمشي دي ورقه في ريسيرش جيت بتوري انه دي الداتا سورسز اللارج لانجويج مودلز الالجوريزمز تشات بوتس بتمشي بي جاي رينفورسمنت ليرنينج فروم هيومن فيدباك ده الهيومن الاينمنت، بعدين بتمشي دي الانترفيس اللي احنا بنتعامل معاه مش كده، ودي الابلكيشنز الثانيه زي السنتمنت اناليسيس في تويتر وبتاع سماح كبير سامح بيتكلم على الماركتينج وغيره. فالابلكيشنز دي تريند في الكوربس وبتكون بيج يعني فيري بيج، بيتكلم على تيرا بايتس وبعض مرات بيتا بايتس وبعض مرات اكسا بايتس من البيانات الموجوده، وبتكلف الاف الملايين من الدولارات بالمناسبه، وبتستخدم ما سي بي يوز بتستخدم جي بي يوز، ودي واحده من الحياه. الان يا اخوانا ده نبدا المحاضره بتاعتنا، في دي كلها كانت انتروداكشن، في زول عنده سؤال ولا حاجه سو فار لحد هنا؟ البيس كيف؟ فاهمين كلامي؟ هل انا بتكلم كلام فيو سنس ولا نون سنس؟
في زول داير يدي اي افاده ولا كده. نرحب برضو يا اخوانا بعضو المكتب التنفيذي ومسؤول الاعلام في رابطه سيباك الباشمهندس مدسر ابو زيد، ضم لنا ان شاء الله يساعد في اداره الويبينار يعني. أهلا طيب وسهلا فيك دكتور عمر. يا هلا ومرحبا يا حبيبنا الغالي، شكرا لك على قدومك. شكرا لكم يا شباب جميعا، يعني زمانكم مقدر والله في رمضان ده، ان شاء الله ربنا يصلح الحال في بلدنا الامور كلها تمشي تمام باذن الله. طيب introduction to prompt engineering، الامبورتنس بتاعت البرومبت انجينيرنج في الاي اي، دي الاجنده هتكلم عنها، الكونسبتس والتكنيكس، الابلكيشنز اوف برومبت انجينيرنج، في تشالنجز وسوليوشنز ذكرنا منها واحده قبل شويه زي مثلا قصه البرايفسي والكلام ده، وبعدين هيكون في كونكلوجن وكيو ان اي. لكن انا طلبت من الناس كبيره اللي كانوا جو بدري، هل يا اخواننا كلكم عندكم الابلكيشن ويب ابلكيشن ولا موبايل ابلكيشن بتاع شات جي بي تي؟ لانه احنا نستخدمه هنحتاج له، تمام؟ لو في زول ما عنده ممكن نسي طوال يخش اوبن اي اي اوبن دوت اي اي وينزل الابلكيشن لانه هنحتاج له، تمام؟ انا المهندسين انا بعرفهم كويس، انا ذاتي مهندس بنحب الامتحانات، انا ده نختبر النولج بتاعكم يا اخواننا، ماذا تعرفون عن البرومبت انجينيرنج؟ واحد يعمل لنا موسيقى تصويريه يا شباب بورق. شكرا جزيلا. طيب انا داير شكرا لكم. اوكي اديكم قلت لكم حاجه لو انتوا عرفتوها بالضبط دي هتكون ده البرومبت انجينيرنج، يعني الامتحان او الكويز فيه 10 اسئله شامل، تمام؟ طيب اوكي كويس كويس. ما اقدر اشتغل يا اخوان هذا الكلام ده. اوكي ها اتاكم الموت يا تاريخ الصلاه. يلا كده الشاشه بتاعتكم بتكون جات للعشر اسئله. يلا يا شباب انجزوا بسرعه. اذا يفترض انه الاسئله بتاعت الشات جي بي تي او البرومبت انجينيرنج انجز يا شباب. انه عصر الذكاء الاصطناعي كلكم في السيره الذاتيه بتاعتكم مكتوبه كان ورك اندر بريشر. ها جاكم البريشر. الجنيه زي الناس عباقره يا مو بنات الحضاره والتاريخ وكده.
هنجزوا لنا بسرعة. يلا باشمهندسين باشمهندسات، يا دكتور هم 2 questions ولا الثاني انت قلتها؟ هم 10 أسئلة. Can you send it again? العشر أسئلة دي اللي Because I جبتهم submit صح؟ only for three. لا أنا كان الباقيين دي ما شغالين في Because الموضوع. I answer only two. Okay. أي بس في 8 راحوا عليك. ها يا شباب، unfortunate. طيب ها شباب، ممكن تعملوا كنترول اي، تحاولوا تاخدوا اللي هناك كلها، ولا تعملوا سكرين كابتشر. المهم تبدأين الاسئله دي، لكن الاسئله برضو طبعا هي جي بي تي. لا والله جيميناي، جوجل جيميناي جنريتد اسئله في الموضوع. انا كنت بتونس معاه عن القصه دي وساعد كثير جدا جدا. بعد 40 ثانية بالضبط هنقفل البول، فيا ريت الناس تخلص 5 دقائق. مرحبا دكتور، حبيبنا والله. ليه ما نازل انتهوا من الأسئلة؟ اها دار أشارك معاكم تجربتي مع الشات جي بي تي. كان في يوم من احنا الأيام يا دكتور، ظاهر ظاهر كل الناس هتشارك تجاربها، لكن مع بعض. دي الحتة المهمة عشان احنا نوري البرومبت انجينيرنج دي مهمتها شنو. تمام، احنا جاوبنا على الأسئلة. يلا قاعدين بس زايد. خلاص، يلا يا شباب كده خلاص خلصنا الزمن، 5 دقائق مرت. فعليك الله اعملوا سبميت كلكم عشان ما في زول تكون راحت عليه. الاجابات بالمناسبة انونيمس، يعني ما عارفين منو قال شنو، لكن بس انا دي عشان تو جيف يو ا سنس اوف القصة دي. دارين الريزلت تشوفوها ولا كيف؟ شايفين الريزلت؟ طيب السؤال الأول، برومبت انجينيرنج شنو؟ الكوريكت انسر إنها براكتس اوف كرييتنج افكتيف برومبتس تو اليسيت ديزايرد ريسبونسز فروم اي اي مودلز. تمام، في الكونتكست بتاع اللانجوج موديل، البرومبت ريفير تو الانبوت جيفن تو موديل تو جنريت سبيسيفيك وغيره، يعني كل البتاعات دي الاجابات يا شباب زي ما شايفين. انا بعدين بتشارك معكم الهناي نفسه يعني. اوكي، باك للقصه. يلا، الحلاوه انه زوم ده ذاته يا اخوانا انيبلد باي او امباورد باورد باي الاي اي. تمام، في حاجات كثيره. ده الكويز بتاعنا، يبقى ده نعرف انتوا بتعرفوا شنو عن البرومبت انجينيرنج. تمام، البرومبت انجينيرنج يا شباب بكل بساطه هو الانبوت اللي بنديه للاي اي موديل عشان يجينا ديزايرد اوتبوت. انا داير او سيرتين اوتبوت في بالي، وبعض المرات بكون ما عارف طبعا داير شنو، لكن بقوم بساله السؤال ده يا اخواننا. ممكن يكون سؤال واحد يجيب لي اجابتي، تعرفوا انتوا الكلام ده لانه دي حاجه بتاع السيرش انجن برضه، سيرش انجن اوبتمايزيشن وغيره. تمام، ف دي هنا ده الفرق بين السيرش انجن، دي برضه واحده من الحاجات
اليونيك اباوت المحاضره دي الليله، ما حاجه لقيتها في حته مشيت حاولت انه اجيبها. يعني الفرق شنو بين السيرش انجنز اللي بنعمل فيها كويريز، الكويري بتاعت الداتا بيس، واللارج لانجوج مودلز اللي بنعمل فيها برومبتس، ده عشان نعرف الفرق بينهم الاثنين. تمام، اول حاجه في السيرش انجن هنا ده الاسئله بتاعتي بتكون عباره عن سترينج بتاع تكست، صح؟ هنا ده ممكن انا اديه اي حاجه، ممكن اديه تكست، ممكن اديه صوت، ممكن اديه صوره، ممكن اديه فيديو، ممكن اديه اي حاجه، مش كده؟ البيربوس انا داير والله هنا ده في دي، خلونا اشغل القلم انوتيت هنا، ده في البيربوس بتاع الكويري، الاسئله بتاعت السيرش انجنز كده، انه والله انا داير لي بيج، ويب بيج ولا دوكيمنت ولا اونلاين ريسورس، بتكون ماتشنج لشنو؟ لسبيسيفيك كي ووردز، ما في سيمانتكس في الموضوع، ما في اي انتليجنس يعني، ماتش بس. هنا ده انا داير اسوق اللارج لانجويج موديل اللي هو النموذج اللغوي الكبير ده، اسوقه توردز انه يديني الاجابه بتاعتي الدايره انا ده، والاجابه ممكن تكون في شكل ايساي ولا كده. الاجابه دي ممكن تكون شنو؟ ممكن تكون ايساي، ممكن تكون كونتنت محتوى، ممكن تكون كرييشن يعني لفيديو ولا صوره، ولا ممكن تكون كود. ودي طبعا الحاجه اللي احنا بنتميز بيها كانجينيرز ولا كمبيوتر ساينتست عن باقي الديسيبلينز كلها، انه الزول ده بيشتغل معانا طوالي 1 تو 1، داير تبقى افضل كودر في العالم من الليله، وقررت ممكن تبقى في فتره بسيطه، لكن ما معروف مستقبل الوظائف هيكون شكله كيف. البروسيس هنا بيستخدم الجوريزم تو اندكس، دي الكلمه المستحيله هنا، ده اندكس هنا ده جنريت ريسبونسز بيست اون الباترنز ليرن فروم تريننج داتا، بيكون في تريننج داتا. تمام، الاوتبوت هنا بيجينا ويب لينكس ولا دوكيومنتس ريليفنت تو الكويري، هنا بيجينا شنو؟ والله تكست من بعض الكلمات لحد الباراجراف لحد معادلات رياضيه، لا اي شيء ممكن يجيك هنا ده. الانتراكتيفيتي هنا ده ستيتلس، ما في اي انتراكتيفيتي، برسل لجوجل بتديني هنا فوق الناس اللي فوق، الناس الدافعين بيكونوا توب الى اخره. هنا ده لا كونفرسيشنال، يعني كاني بتونس مع زول يور بيست فريند، تكلم معاه يور مام يور داد، المهم زول بترتاح له تتكلم معاه هنا ده لحد بكره الصباح، لحد ما يلحقك زي يقولوا ما طاح في واحد لحقوه اصلا قريبات دي في السويد هناك. تمام، اقنعوا اللارج لانجويج موديل بانك انت والله يا اخي خلاص انت ما محتاج تعيش ثاني، وخلينا نتلاقى في الجنه، فالزول مش انتحر يعني بكل اسف. تمام طيب، خلينا نوقف البتاع دي، انوتيت كلير كلير والبرايم. الامبورتنس للبرومبت انجينيرنج في الاي اي انه بتحسن لي دايما الاي اي بيرفورمانس، هون البيرفورمانس ده مهم جدا جدا. لو فيكم زون انفايرمنتاليست، زون بيهتم بالبيئه وتغير المناخ، والله الجلبري جانا اسي اكتر وبقى في حرب في الحته الفلانيه لانه ما في مويه، لانه في جفاف وتصحر، ف يعني بي كيرفول في استخدامك لاي حاجه لها علاقه بالسيرش انجنز باللارج لانجويج مودلز اللي بتاع. انت بتشغل لك كميه بتاع جي بي يوز، كميه بتاع السوبر كمبيوترز عشان تجيب لك اجابه يعني فارغه زي ما عند اي موضوع يعني، فدي مشكله، فلازم انه نحسن في البرفورمانس بتاعها، التحسين بتاعها بيكون بانه نستخدمها بصوره افضل. تاني حاجه بتحقق لي شنو؟ اكيوريت ريليفنت ريسبونسز، يعني هو بيكون كلام فارغ صحيح. تمام، كاستمايزنج الاوتبوتس فور سبيسيفيك تاسك اور دومينز، برضه بنحدد الكلام ده. تمام، الكي كونسبتس للبرومبت انجينيرنج ان اول شيء ده نعرف الكونتكست والليميتيشن بتاع الموديل. يا اخوانا اي موديل في النهايه يعني تريند يتدخلوا فيه بشر وبتاع عنده ليميتيشن، مثلا اول ليميتيشن ممكن نشوفه انه والله يا اخي زول ده لو اديته 50 صفحه في سؤال ما بيشتغل بيه، يعني 50 صفحه عشان انت مشتريني تلاقي نفسك بورد ممبر في اوبن اي اي ما بيقدر يجاوبك، فعنده ليميتيشن. تمام، عنده ليميتيشن برضه في الميموري بتاعته، يعني في انه بيذكر لي قدر شنو؟ قال لو بديت معاك كونفرسيشن واصلت في لحظه ما خلاص بيفقد يطلع بره الشبكه كده. فالرول بتاع اللارج بروسيسنج ناتشورال لانجويج بروسيسنج هنا ده في انه انا اخليه والله فريندلي. البوست اللي عملته انا امبارح عشان الفت انتباه الناس كنت بتكلم بالتون بتاعي، لكن البوست ده عمله لي الشات جي بي تي، عمله كيف؟ هوريكم بس انا بالبرومبت انجينيرنج كيف. تاني حاجه في اسمها زيرو شوت فيو شوت وميني شوت ليرنينج. الزيرو شوت ده انه لما كان في سؤال من اسئله هنا ده انه لما اعمل بروفايل جديد تماما، ما اديت زود اي كونتكست، ما وريته انا منو داير شنو ولا بتاع، وزط طوالي جيت داخل وبديت اساله، فدي زيرو شوت، وما عارف عنك اي حاجه، ما في خلفيه عنك،
ما افغل فيه عن الكونتكست وبتاع، فما في شورت ليرنينج والله بدي افيدك بشويه معلومات وكده. وميني شورت ليرنينج دي شنو؟ انه والله يا اخي الموديل بيتعلم عني انا ده as time goes، واحده واحده واحده. تمام؟ تكنيكس طبعا كرافتنج كلير، يعني لازم انا اوريه بالضبط انا داير شنو. انا بلاحظ يا اخوانا في ناس كتار جدا بيكون السؤال بتاعهم للموديل عباره عن لاين واحد، والاجابه بتاعت الموديل بتكون زي 50 لاين. ليه؟ يعني هو زول كريم معك يا اخي، اديه 50 لاين اخديه ثلاثه اربعه فهموا الحاصل شنو يعني، مش كده؟ كمان ممكن تستخدم تمبلتس واكزامبلز، الايتريتيف ريفاينمنت اوف برومتس، يعني قدر ما هو يديك حاجه لو فيها اي تعديل بتعدلها له. ثاني حاجه هنشوف انه في طريقه برضه نخليه هو ذاته ينتقد نفسه، ونخليه هو يقارن باجابات نفسه، نعمل له بنش ماركينج عشان الاجابه بتاعته دي هل اجابه منطقيه ولا ما منطقيه. هنا انا هقوم اوقف شويه وامشي معاكم لمنو لتشات جي بي تي. كلكم هتفتحوا تشات جي بي تي عندكم، كل زول هيفتح تشات جي بي تي. انا عملت لي بروفايل جديد تماما فور ذا سيك اوف ذيس ليكتشر يعني. ده البروفايل بتاعي يا اخواننا الجديد تماما، ده عملته بس للمحاضره دي يعني. الزول ده ما فيه اي هيستوري، ما فيه اي برومبت ولا اي حاجه. تمام؟ عندي ستارت اب كده كان بديته بدايه السنه في يوم 1/1/2024 كزول يعني انتربرنور وزول ما بيستسلم، اسمها سي في فايت. سي في فايت دي الفكره بتاعتها انه بستخدم اللارج لانجويج مودلز الاي بي اي بتاعها في انه اساعد الناس في يعملوا ماتش ما بين السيره الذاتيه بتاعتهم والجوب ديسكريبشن للوظيفه الموجوده. الكلام ده برضو بالترايل والايرور اتعلمته اوفر تايم يعني. فعملت الاستارت اب وبتاع، لكن بعد ده قمت وقفتها لانه لقيت الموضوع يعني بيوند الليمت بتاعي. فبقيت اعمل الحاجه دي فور فري يعني كده للمجتمع السوداني او لاي زول متاثر بالحرب ولا كده. قبل ما نبدا في تشات جي بي تي، وكلكم بديتوا طوال دخلتوا هنا في الموضوع صح؟ في زول يا اخواننا عمل حاجه لما لقى التشات جي بس كده اول يوم فتح له، في زول عمل حاجة قبل يعني بس طوال قبل ما يكتب هنا ده، في زول عمل أي شيء؟ طيب أنا هخش الموضوع ده يا إخوانا. ده ما بروفايل، أنا عندي بروفايل. تمام؟ البروفايل ده فيه كستمايزيشن لتشات جي بي تي، والكلام ده بينطبق على الأذر لارج لانجويج مودلز. يعني عشان أنا أديه كونتكست، إحنا قبل شوية قلنا شنو في الـ هنا في البرزنتيشن، قلنا انه انا ده لازم اديه كونتكست واعمل له تمبلتس واديه اكزامبلز، مش كده؟ يعني البوست بتاعي اللي عملته انا امبارح ده عملته كيف؟ عملته لانه انا دربت تشات جي بي تي على طريقه كتابتي انا ده، وريته انا قاعد اكتب كيف، وبعدين عملت له زي ما بيقولوا يعني تاج للكتابات بتاعتي. بعد ده انا بستخدم التاج ده، بقول له يا اخي اسمع التاج اكتب لي عن الحاجه الفلانيه الفلانيه، بيكتب كانه انور قاعد يكتب. انا كل يوم ممكن اطلع لكم 50 60 بوست في مواضيع مختلفه، انور اينشتاين. شفتوا كيف؟ فكيف الكلام ده بيتعمل؟ بالكستمايزيشن. بمشي هنا كستمايز شات جي بي تي، قال لك introducing custom instructions، customize your interactions with the chat GPT by providing specific details وguidelines for the, your chats. تمام؟ Whenever you edit your custom interactions, they will take effect in all new chats you create. existing chats won't be updated. تمام؟ اوكي، عصر شنو؟ قال لك كده اول حاجه ورينا، انت داير شات جي بي تي يعرف عنك شنو؟ اي واحد فينا بيستخدم شات جي بي تي في شغله ده حيكون لو ما وراه هو اصلا بتاع شنو؟ انا ام كمبيوتر كمبيوتر ساينتست ساينتست working in teaching and learning at كاتري. وريته وين اللوكيشن بتاعي انستتيوشن. تمام؟ اها انا ممكن اديه شنو؟ I like
فيشنج، سويمينج، اند انتر بريونير تيب. والله لو كنت جبتها صفق لنفسي، مستحيل طبعا، يستحيل يستحيل البتاعة دي، تعبنا في لحد ما نعمل الجروب بتاع التربرنور شيب ده، برضه ما هنقدر نجيب الهناء ده. دي المشاكل طبعا بتاعت الحياة اللي بتساعدك الكثير دي. تاني تاني شنو يا شباب؟ تاني شنو؟ أي حاجة تقدر تكتبها للزول ده هنا ده كتبها له. تاني حاجة الريسبونسز، شايف هنا بيقول لك شنو؟ صوت الستارتر، How formal or casual should ChatGPT be؟ يلا انا امبارح لما خطيت البوست بتاعي بتاع ابن اخواننا في مجال جديد اسمه هندسه، كان التون بتاعي كاجوال كده، ما كان فورمال، مش كده؟ يلا انا فور ذا سيك اوف ذيس برزنتيشن هقول له يا اخي اي نيد تو هاف فورمال ريسبونسز. ثاني حاجه انا ما عارف انه تشات جي بي تي او اللارج لانجويج مودلز عندهم مشاكل يا اخواننا، المشاكل بتاعتهم شنو؟ انه الزول ده لو سالته سؤال هو ما عارفه طوال يبدا يالف لك، مش كده؟ فلازم اثبته من القصه دي، اقول له شنو؟ Don't make things up. Use only credible sources عشان ما يالف لي. بعدين provide URLs, references, citations whenever applicable. applicable يعني قول يا شنو يا اخواننا امانيكم في الدنيا؟ يلا يا شباب بانتظاركم يا شباب. ثاني حاجة في بايس بيحصل للزول ده برضه، أقول له يا أخي تشا، أقول له يا أخي يو شود بي نيوترال، ما داير تديني رأيك أنت الشخصي كده، داير تكون محايد في القصة دي. Tell me if you provided an opinion. تمام؟ دي قلنا شنو يو ار ال سبارش كريدبل سورسز، وهنا برضو في فاكتس، فاكتس يعني برضو تتكلم لي بالحقائق بس انا ما بدك تعلف لي اند فاكتس. طبعا هنا ده اخبار الحته دي ممكن تقضوا فيها يعني وقتكم كله، انه كل الحاجات اللي عملتوها قبل كده ما كانت فيها الكونتكست والاكيرسي اللي انت طالبها من شات جي بي تي. تمام، شايفين الاسئله واضحه هنا في البتاع، فورمال ما فورمال داير، ايوه هنا ده tell me if you provide an opinion. بعدين اديني برضو شنو دقائق، في حاجه مهمه هنا ده اللي هي ال you speculate، لو شكيت or predict، لانه برضو واحده من الحاجات اللي بيعملها بيتنبأ بالحاجات or predict something وريني inform me for me. تمام، يعني برضو حاجه برضو بتاع شنو بتاعت ال add confidence confidence level to your answers. وبعد لكم الفكره يا شباب، بالمناسبه الموضوع ده ده هنا ده قول زي 3000% كده من القصه كلها. تمام، هنا ممكن برضو انا اديه شنو I like volunteerism. And currently on different NGOs. وهنا ده خلينا برضو عشان نديه كونتكست
اوريجينالي. طبعا دي الحته بيكون فيها بايس مش فاهم. اند ليف قدر الحياة الخايفين، مش خايفين، خايفين انه يعرف عنكم البتاع. اها وانت قاعد نقول له بيقول ده اخي مجانا يعني. شو انا ده اخواننا سيف، وانا حسيف الكلام ده نتكلم شنو؟ ام lecturing currently about prompt engineering. What interesting questions that nobody might think of. This might know appetizer يا اخوان سخينة. واحدة من الحاجات الرول بتاع الامبيجويتي، الكالتشرال سنسيتيفيتي واللوكاليزيشن، دي حاجة عملناها. اللونج تيرم امباكت بتاع الاي اي في الهيومن، البرومبت انجينيرنج للانفورسين يوزرز، بيرسوناليزيشن اوف اي اي الى اخره. انا ما ادري الكلام ده، اقول له يا اخي انت provide the answer in one paragraph. تعملوا الكلام ده يا اخوانا and translate it into Arabic. Use an informal tone. ثلاثة prompts يدين مع بعض، بيقول عنهم sequential sequence a chaining. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، يعني الاوتبوت بتاع البرومبت الأول هيخش كانبوت في البرومبت الثاني، الثاني هيعمل البرومبت الثالث، يعني داسي الإجابة الأولى provide answer to in one paragraph، ده one paragraph. بعد ذاك translate it into Arabic، ده الثانية. بعدين use informal tone، دي الطريقة تتيح الغوص على هندسة الأوامر، ما أعرف استكشاف مسارات مثيرة للاهتمام إلى آخره. تمام؟ لحد هنا اظن انتوا الحاجات دي عارفينها، لو في زول ما عارف يقول لي. تمام؟ يا شباب انا البروفايل ده المستخدم واسي ده جديد، ده عملته للمحاضره دي، فبالتالي ما فور ده شات جي بي تي 3 3.5. هو اسئله بقول لي شنو؟ لو داير خش في شات جي بي تي 4 ابجريد للبلس. فالكستمايزيشن ده موجود عند كل واحد فيكم، يعني از نوت حاجه موجود عند زول وما في زول تاني عنده. كلكم موجودين، كل الناس بتخش طوالي في التاليف. فانت قبل ما تبدا في تشات جي بي تي والتاليف، لازم توريه وانا انتروداكشن شويه ولا شنو؟ تمام. الان يعني اكثر من 3.54 I can customize نعم the customization I can do it in chat GPT 3.5 and 4 it's all applicable. ايوه الاثنين ما عين اما قلت لك انه البروفايل ده الاسي ده اللي قدامك ده اسمه سيفيفايد، يعني لو هنا تحت الاسم البروفايل ده عملته اسي انا قبل المحاضره بالضبط عشان اقدم به المحاضره. ما هنا ده الكلام ده انا استخدمته في شات جي بي تي. انا ما عندي فكره عن جيميناي برضو لو بيعمل الكلام ده ولا لا، لكن ده جيميناي الناس جوجل احرف شويه من ناس مايكروسوفت. لما جيت اعمل بروفايلين من ديفرنت كرومز قام قال لي والله حاجه مشت غلط. كيف؟ جاهزين؟ لانه عارف انه انا مشغل الجيميناي في حته ثانيه. تمام؟ شات جي بي تي، نرجع للزول ده. طيب انا داير اقول لكم شنو؟ اقول له يا اخي I need الناس اللي بيعملوا كونتنت to write an article about قول لي حاجة رمضان in Sudan. I would use ال طيب صالح هون. Okay. But
ان هابي مود. يلا تمام. The prompt. Student. Update. 500 كلمة. بص. تمام. And in Arabic. يلا. ناس بيعرفوا بموسم الهجرة الشمال، ده موسم الهجرة الشمال جاكم تاني. هو لقى الطيب صالح وعرف عنه وين من هناك يا اخوان. البدايات بتاعتي دي ما بقت زي ما يقولوا في الهيومن اركايف موجودة يعني. عنه العصيدة دي كاتبها كيف؟ العصيدة بتاعت انجليز القصيدة. تمام؟ بكتب طوالي في الحتة بتاعت الكتابة. أنا لأنه بكتب في فيسبوك بكتب طوالي يعني، فده أوريكم قصة التون دي بتجيبها كيف. اي دول عندي سؤال ولا حاجة يا شباب؟ طب 500 كيلو، انا كان اقول له 300 ولا 200 كان احسن لي. تمام؟ دي اسري واحدة. انا هقوم اشيل البتاع ده تاني، انا بس لانه هستخدم الكلام ده اقول له هنا ده أول شيء همشي هنا وينهي العصيدة دي. عصيدة لو يا أخي ما تمام تنمور يا أخي عصيدة يا أكلة سودانية معروفة وليست الأسيدة. غير الفيدباك ده، ده ما سأل الهيومن انترفينشن بتاعي. افترض انه بيتدرب عليه، ولو اكل لو عدد كافي من السودانيين في الـ في البرومت الريسبونس بتاعهم كتبوا الكلام ده يا شباب، مؤكد لما نيجي نقول تاني رمضان هتجينا عصيده ما هتجينا الاسيده. لكن احنا بنخليها كده بس، احنا بناخد الحاجه دارينا من غير ما في اي اوبليجيشن بانه ندي فيدباك. تمام؟ ارتكل في رمضان في السودان، تاني نقول شنو؟ نقول about رمضان for Sudanese outside Sudan. تمام؟ بعدين هنا ده اقول له يا اخي انا داير الكلام ده في 150 كلمة عشان ما تقعد تفضي بينا. خذ الطريقة بتاعت طيب صالح. وانا بديه البرومس بالانجليزي بيجاوب عليه بالعربي اند فايس فيرسا. ممكن الكلام ده بالكوري بالالماني بالفرنسي بالصيني. فدي حته مهمه جدا جدا، انه اخواننا ده لارج لانجويج موديل. الزول ده لو اديته حاجه فيها سبيلنج ميستيك لو كلها بيفهمها ما عنده مشكله. اوكي؟ وهو بيشتغل بنفس الطريقه بتاعت البريدكشن اللي هو كان جيس النكست وورد. يعني هي دي الطريقه بتاعته بالمناسبه. الزول ده هو ما فاهم كلامنا ده بطريقه كويسه لكن بيفهم الكونتكست، وبناء عليه من التدريب بتاع الكوربس الكبيره دي بيقوم بيطلع لنا شنو؟ طلع لنا الاجابه يعني. الارتفيشال نيورال نتورك في حاجات طبعا في الفيدباك بتاعها ما فاهمينها احنا كبشر يعني. نكون عارفين انها هي حصلت كده ليش. تمام؟ طيب اسي انا عندي تو برومس فيهم شنو؟ يوم التون بعمل في التون لحد هسه. طيب اقول له يا اخي رايت هذا ارتكل
article about Danish sports. طيب صالح، طيب صالح شوف لنا زول ثاني، ادونا زول ثاني متفق عليه، زول واحد يا اخوانا متفقوا عليه غير عبد الله. طيب يلا يا شباب خلونا نبدأ الاختلافات بتاعتنا. أمير محمد صالح، لكن أمير ممكن ما بعرفه. اليوم هنا يا اخوان صالح زافي، يلا صالح زافي دون بتنا هابي مود، ما اعرف شنو هنا ده، نقول له هنا ده هنا في تيك مود يكون شنو وي كريتيك. انا سيب اقول لي في التكست يا اخوان اللي شنو لانه هستخدمه. طيب عارفة أغلاط نحوية ها زي قلت البني شنو؟ آدم، في أغلاط نحوية زي البني آدم ما في، وحتى التعديل بتاع جبال كان عند اللغة العصيدة من اها جيت في السؤال التالي برضو غلط في نفس الغلط، ما لا صلح لا لا، ما هو ما طوالي، ما لازم يحصل له تريننج للديتا، ما داسي انا انبوت جديد اديته له، لسه انا يا استلم ابديت، الابديت بتاع التريننج ديتا اللي بيورا ولا شنو؟ ولسي. طيب انا هديكم برضو حاجة ثاني في تشات جي بي تي، انا داير برضو اقول له شنو برومبت. يا زاهر هلا هلا، يلا ابو اسف، ممكن تخش تتكلم عن التجربه بتاعتك بتاعت هناك، لحتى انا بس في برومت كده فتش فيه ما الاقيه. لا مشكلة. التجربة والله كان في يوم مضغوط في الشغل، وطلبوا مني تاسك على ما أعتقد إكسل شيت أعمل له فلترة، والإكسل شيت يحتوي على أكثر من 2000 كولوم، حلو وكانت بيانات كثيرة، والفلترة في الإكسل شيت تشيل ترتب ده بناء على ده الكولوم ده. فكان تجربتي جميلة إنه شلت الإكسل شيت وخطيته في الشات جي بي تي، وقلت له إديني ريبورت بالأشياء المطلوبة اللي هو التصنيف بتاع الحاجات اللي طلبوها، وقلت له أعمله بشكل احترافي. ف 2 سكند يعني قدم لي ريبورت، أنا كان هشتغل على الإكسل شيت ده أسبوع كامل. ايوه فقام قدم لي يعني حلل البيانات اللي ضفتها والأسئلة اللي هي المفروض تتجاوب، فقدم ريبورت جميل جدا واختصر علي مجهود بتاع أسبوع كامل. حلو تاج فدي التجربة يعني معاه، إنه التوفير بتاع الوقت، إنه أنا كيف قدرت أزله بالطريقة الصحيحة، حتى لقيت البيانات بتاعتي ناقصة شوية. سألته تاني قلت له اديني ريكومنديشن كيف إن إحنا بنقدر من يعني اتلعبت معاه في الأسئلة، حلو فلقيت انه الشغل بتاع شهر كامل انتهى، او بتاع اسبوع كامل مجهود انا هقعد اركز فيه انتهى لي في 5 ثواني ايوه بس عن طريق الاسئله، وانه انا رفعت له الداتا وقدمت له الداتا. الداتا هي ما كانت كريتيكال، لكن هو عمل تصنيف صحيح، وانا راجعت الداتا بعديها عشان اتاكد من انه هل التصنيف صحيح او لا، فلقيت انه الحاجه دي ممتعه جدا، يعني في ثانيتين انت بتخلص شغل ومجهود كبير جدا انت المفروض تدعم فيه. ممتاز هذه جدا، التجربة بتاعتي. ممتاز ممتاز جدا جدا، إن شاء الله عصرت اليوم حاجة بسيطة طالع.
والله فعلت الفور عشان كده، عشان الداتا كثيرة. طيب انا اخوان ناسي استخدمت شنو؟ استخدمت البتاع ده، قلت لي يا اخي انا ده دي داير لي كتابات في مواضيع مختلفه، تمام؟ والتون بتاعي ده داير تكون للطيب صالح. انا الكلام ده كان القصد منه، انا اخواننا داير اكتب بالتون ده، تمام؟ انا ما هنا ده في لو ذكرته في الكستمايز شات جي بي تي، وريته انا منو كده وبتاع، تمام؟ الحاجات اللي انا بهتم بيها وغيره. هقوم هنا ده اقول له يا اخي نيو شات، تمام؟ هقول له يا اخي شوف البرومت ده، انا نقلته من زول لكن هو اللي عملت بيه البوست في النهايه، البوست عن البرومت الجريري اللي لفت انتباه الناس. اقول له يا اخي انا اي وونت يو، الناس اللي بيعملوا كونتنت يا شباب، هيلب مي رايت ارتكلز فور ماي بلوج ولا فيسبوك بيج ولا اللينكدين بروفايل، لينكدين بروفايل، تمام؟ بروفايل، تمام؟ الان ده اوريه ولا يا اخي انا اي يوجوالي، انا بوري فيو يوجوالي رايت عربيك، اوريه اللغه بتاعتي الفيفربول، تمام؟ with Sudanese dialect. تمام؟ And I may use English terms from time to another. ثقب كمان، تمام؟ طيب هنا ده انا وريته اسهل الحاجه الاولى، انا عملت شيفت انتر عشان امشي السطر اللي بعده، اقول له فيرست اي نيد يو اندرستاند، اندرستاند شنو؟ ماي رايتنج ستايل، الرايتنج ستايل ده وين؟ اندر، يلا هنا بديه حاجه علامه، بقول له شنو؟ مثلا ماي اندرسكور رايتنج، انا قدر ما اقول له ثاني ماي اندرسكور رايتنج دي سؤال شنو؟ عارف انه انا داير اكتب لي مقال ولا كده، تمام؟ افتر that you will ask me what the topic of my specific content. Yes. تمام؟ You will then write the article using my underscore writing. تمام؟ قلت انا قلت لك شنو؟ قال لي تو اسيس يو افكتفلي ان كرافتنج كده، ما اعرف شنو، انا داير اكزامبلز، تمام؟ اديني اكزامبلز للرايتنج بتاعك، ديسكرايب الكي كاركترستكس اوف يور ستايل، كونسيدر اسبكتس ساتش از تون، فورمال انفورمال، ذا كومبلكسيتي اوف لانجويج، ما اعرف شنو بتاعه هنا. انا حامشي ازول ده بيتنا ما شغال، انا حامشي هنا ده اشيل الارتكل زي دير الثلاثه، انا حاشيل ده، انا ما اعرف شنو بتاع ده هنا، ماشي اليوم. Here is example one. Example one. بين منصتين. وبعدين here is example two. بين هنايتين. تجيب الاكزامبل 2 اللي هو في الغربة ما فينا، تمام؟ شو ده؟ لا 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 ما حلو والله، والله عملية ما ظريفة منك. طيب ولو هير از اكزامبل 1، اكزامبل 1 انا خلوني قصتين
تمام، سامبل اوف رايتنج لسه دي ما كفايه طبعا، التريننج لازم شنو؟ يعني هو بيحلل بيقول لك انه والله انت بيز على البتاع هنا ده، انت سوداني كاد ما فيك في الدياسبورا ما اعرف شنو الى اخره. امشي للثاني عند داير ده رمضان ده ده هنا ده، دي كلها اسئله عباره عن تريننج ديتا يا شباب. التريننج ديتا دي لازم اكون حريص في انه شنو؟ اعدلها. يعني ناس عصيده وبتاع دي لو ما عدلتهم ده هيتعلم شنو؟ هيتعلم حاجه غلط. عصيده شوفوا لو في حاجه تانية غلط عشان نديها له التمر والشوربه الساخنه. قلت له يا سامي ترى كلمات تنتشر الفرح ما اعرف شنو بتاع. قال له تبدا السواف الكساب الوار الغروب الملي على الافطار الهناي ده في رمضان بتاع ما اعرف شنو. عندما يكون الطقس ساخنا نحن نقول كتمت، تمام؟ يعني شنو؟ وحينما نريد أن نجعل شخصا مندهشا بنقول له رأيك شنو في البلدة؟ دكتور خليه يجاوب لنا بالدارجية السودانية. ايوه، ما هسه انا بس بدي التون يا زاهر. انا الان الحياه اللي عملت لها، لو عندك بوستات انت بتاعتك بالدارجه جيبها. انا امبارح ما دربت ببوستات انا في الفيسبوك، انا عندي بوستات كثيره بقدر اطلع منها. ده اكزامبل نمبر اثنين صح؟ دارجه سودانيه ده قلنا شنو؟ هيرس example 2 يعني an example showcase more conversation review this style using Sudanese dialect ما اعرف شنو الى اخره. ده التدريب يا شباب، ده البرومتس. انا بدرب في البرومتس اساسا انه يديني الحاجه اللي انا دايرها بعدين. طبعا ممكن الاجابه بتاعتي دي تديني لها بالعربي. انا هنا ثاني حامشي للاخيره وهنا ده حقول له شنو؟ حول النص الآتي إلى السودانية الدارجة. ده النص الرياضة عايشة بوضعية متبلدة بالتناقضات. كلام الحزين ده شايف يا زاهر؟ دي الدارجة وبعدين هنا اجي اقول له شنو؟ Here is example number 3. الثالث كده انا بكون دربته third example. خليني انتهي من كلامه الكثير الفارغ ده. انا هرجع هنا ده للهناي customization اقول له provide short answers. ما خلينا انا اقعد اليوم كله على الشبكه النبي. تمام كده يا شباب، انا دربت الزول ده اديته 3 انبوتس. فاسي بعد ما وريته الانبوتس دي لاني كده اغير ده برضو او خلاص كده بس انتوا فهمتوا الفكره. يعني قدر ما تديه تريننج داتا قدر ما احنا انا اقول له شنو؟ رايت ان ارتكل او خلونا نعمل شات جديد عشان برضه يكونوا عارفين القصه. ان انا وريته واسيو خلاص في الميموري بتاعته حفظ الكلام ده ماي رايتنج. شات جديد اقول له يا اخي ماي رايتنج رايت ان ارتكل اباوت ذا ان جي اوز ان سودان. تمام ان عربيك يلا
الارتكل. عرفتوا الفكره يا شباب؟ تمام، انا هوقف لكم ده. الفكره عرفتوها؟ شوف الزول ده اداني طوال المصادر وراني. لا في الغالب لو ما انتوا عاملين الكستمايزيشن ده اللي هو قلنا فيه شنو؟ قلنا والله بروفايد يو ار ال ريفرنسز سايتيشنز وين ايفر ابليكابل، دي ما كان حيديني اللي بتاع دي المصادر دي، شايفينها يعني طوالي معاها شنو؟ معاها السايتيشن بتاعه. دي الطريقة اللي أنا مبارك كتبت بيها البوست، تمام؟ نجي للحتة اللي عندي فيها يوز كيس كويس جدا، اللي هي المنطقة بتاعت السير الذاتية. في زول هنا ما شغال يا شباب، في زول ما شغال هنا من الشباب، رفع يده بسرعة لو ما شغال. سماح، تمام سماح، لكن احنا هنشير سيرتك الذاتيه عشان تدمنستريت الكلام ده. ممكن هناك خالد، خالد محمد، هنشير السيره الذاتيه، هتبقى موجوده في الريكوردينج لو ما عندك مانع في الكلام ده، وهترسل لنا السيره الذاتيه في الشات هنا ده. ترسل السيره نو الذاتيه، بروبلم. خالد رسل السيره الذاتيه في الشات، ومعاها خش لينكدين ولا انديد ولا اي حته، جيب جوب انت شايف انه انت بتقدر تشتغله، يعني الوظيفه دي فاتحه اسي، يعني احنا هنقوم نديك سيره ذاتيه تنفع للوظيفه دي بالضبط كده. رسل لنا سيرتك الذاتيه اول شيء كملف في الزوم. دي الحاجه يا اخوانا ال أنا شير دوكيمنت صح؟ هاي شير دوكيمنت، هاي أوكي. طرش بعد ده. تمام. برضه الزول الثاني عمر ادريس برضه طرش، اللي بيجي فيكم هو طوالي معاها وظيفة دار تقدموا لها، نحن نوريكم شنو. ده يوز كيس بتاع برومبت انجينيرنج، يعني ده كان الفكرة الأساسية بتاعت الستارت اب بتاعتي. يعني خالد ما تشير الشاشة، لا لا لا، أنا داير الفايل نفسه، اديني الفايل اوكي. هاي، الفايل نفسه رسله لي هنا ده في الشات. امشي فايل، بتلقى فيه فايل، بعدين يور كمبيوتر او موبايلك ولا كده، رسله هنا ده. اوكي. هنعمل بس اكزامبل واحد يا شباب، عشان شنو؟ عشان الزمن. تمام، دي الكوريكولوم بتاعت المحاضرة دي. يلا انت طبعا الاسم بتاعك ذات احمد البدري، انت مرسل سيره ذاتيه اسمها السيره الذاتيه، لكن بتاعت منو ما بعرف، فلازم تكون شنو. طيب دي السيره الذاتيه هشيرها لو سمحت، اكد لي يا احمد البدري هشير السيره الذاتيه. مستني الريسبونس بتاعك في الشات جدا. اوكي تمام، قال لك البيرسون انفورميشن، الاسم، مولود وين، جندر، متزوج، مسلم، قاعد من ناشوناليتي سوداني، قاعد في الدوحة قطر، تلفونك وإيميلك. طبعا نسمح لك لأنه ده كله الكلام ده احنا محتاجينه يا حبيبي، احنا محتاجين فيه حاجتين بس، محتاجين الإيميل بتاعك ككونتاكت، دارين اسمك، دارين انت وظيفتك شنو، انت شغال شنو. هنا ما ظاهر في البداية دي السيرة الذاتية الكريكولم فايت دي، وقلنا السيرة الذاتية دي ما هي الحاجة اللي أنا بشيرها مع الجوب، أنا بشير نسخة مختصرة منها، دي مع نسخة مطولة سيرة زي سي في، أنا بشير نسخة مختصرة منها اسمها الريزمي. الريزمي بتكون صفحة أو صفحتين ما أكثر من كده. كويس إنك أنت عاملها كده، لكن أي حاجة ديسكريمينيتنج، زي أنا مثلا سوداني، في زول بتاع اتش ار ممكن يكون ما بيعجبه السودانيين، عنده زميله كده صغير، كلكم بتعرفوا الزول ده الصغير اللي قاعد معاك زميلك ده، فبس لأنه يقول لك هجيب لك سوداني ثاني يا بالله أكلم. ممكن بتاع اتش ار يكون ما مسلم، هو عنده موقف من الديانات، كل الحاجات دي ممكن تكون ديسكريمينيتنج. متزوج، دي ممكن الزول الباكج بتاعته هو بتاع سنجل، وانت ما عندك مشكله انك تقبل بسنجل، لكن لما وريته انك مريت الاي تي اس كفش انك انت مريت، قال له الزول لسه بعده شيله بره. تمام، البليس اوف بيرس والديت اوف بيرس كل الحاجات ما محتاجين لها، حتى الاسم ذاته لو بقي الاسم الاول والاخير. تمام، ما بعدين بطلب منك الاوفيشال دوكيمنت تظهر الحاجات. تمام، الكواليفيكيشن بس ما محتاج ليه ذا، التريننج كورسز ما محتاج ليها، والتريننج كورسز فيها اس هنا ده في النهايه، الى اخره الاكسبيرينسز برضه، اكسبيرينسز ما محتاج ذا دي، والسكيلز وكده. تمام،
وانا احنا قاعدين وبنقدم ليه وظائف، كتير من الاحيان بنفتكر نفسنا احنا قدمنا لكن والله ما في حاجه جاتنا. يعني احنا حقيقه قدمنا لكن ما قدمنا حقيقه يعني. او الزول بيقول لك مش الشغل بيا شغلك هو ما شغال. زول القاعد في الكلاس لكن هو ما قاعد يقرا، اذا الزول قاعد في المكتب لكن ما بيقرا. فنحن عشان نعمل الكلام ده بصوره كويسه لازم نزاوج الكلام ده. السيره الذاتيه اخوانا بنعملها لشنو؟ لجوب ديسكريبشن محدد. يلا يا محمد البدري انا مستني منك جوب ديسكريبشن، بس اللي حاجه تقدم لها انت في لينكدين في اي حاجه، بس اختفي لك اي شيء. يلا هنا طبعا في تريننج ممكن نعمله احنا في وقت تاني على الوظائف دي، كيف اصطاد لي وظيفه. الوظائف اللي بتشتغل فيها وسوق حار دائما هي بيكون فيها ايرجنت. ايرجنت دي في زول فصلوه من الشغل، زول استقال، زول ما عارف شنو المهم ايرجنت. هاي دي طوالي. خالد رسل لي جوب ديسكريبشن من لينكدين، رسل لي يو ار ال. يعني خش لينكدين شوف تكنيكال سبورت انجينيرنج جوب موجود في الدوحه، رسله لي اسرع بس عشان الزمن. انا هعمل بس بتاعت البدري يا شباب لانه الزمن ما هقدر، انا تعبان صراحه. اوكي هو البدري هي ما يقول لي نعم اديني هنا اديني جوب جوب ده تقدم له عشان اديك سيره ذاتيه تقدم بها طوالي، بكره تكون شغال يا عمك. ملاحظين التون بتاعي في الكلام يا شباب؟ تون كاجوال ما فيه رسميات وكده وبتاع، لانه افتكر انه في مجال اي تي لا حاجه بتنفع معاك بتقدر تشتغلها، يعني السيره الذاتيه بتاعتك مناسبه معاها. ما حنالف، لو احنا الفنا دي مشكله، ما هيلقوك انت في الهنايه ما عندك شهادات ما عندك شنو هيستبعدوك يعني. انت ما داير حاجه زي دي، الريكروترز تحديدا ممكن يشيلوك بره يبلكوك ولا كده، انت ما هتستعمل حاجه زي دي. تمام يا شباب رسلوا لنا اي تكنيكال سبورت جوب للزول ده عشان نساعده بدري. الاكسبيرينس بتاعتك ما ظاهرة يا حبيبنا. نحن في 2024، انت كاتب اكسبيرينس واحدة بس في 2005، انت المدير الفني لمشروع محاولة أمية. السيرة الذاتية بتاعتك دي يا أحمد البدري، أحمد موسى، السيرة الذاتية بتاعتك ما بتوديك أي حتة في البلد دي بصراحة يعني، ودي ما حاجة دايرين عليك نحن. فدورنا نحن في الروابط المهنية وكده إنه نوعي يعني عضويتنا بالكلام ده ونشتغل معاهم فيها. ف انا هشوف شو لي طيب سيره ذاتيه ثانيه على اساس انه بس نقدر نكسب الزمن. عمر ادريس برضه مسمي السيره الذاتيه بتاعته ماي سي في نيو، انا هشيرها. مجتبى حجازي مكتب حجازي، السيره الذاتيه بتاعتك دي ما فريندلي للاي تي اس للاسف. كمبيوتر نتوركينج انجينير امير محمد، خلينا نشوف امير محمد ده. امير سينيور كمبيوتر اند نتورك انجينير جيت في الدوحه كده بتاع. تمام دي سيره كويسه ممكن نبدا بيها. رسل الجوب ده تقدم له يا امير. فيزا وركينج فيزا with نون اوبجكشن، الديت اوف بيرز ما في له محتاج. الدرايفنج لايسنس لو عندك القطريه اكتبها، لو ما عندك ما تذكرها، لان السودان دي معناها انت ما بتقدر تطلع رخصه اساسي، كلنا عارفين الظروف. وعندنا مبادره لكم احنا في الروابط المهنيه بالذات متعاونين مع رابطه المهندسين وغيرها من الروابط، في انه نحاول نحصل على تخفيض كبير باذن الله. ادعو في رمضان ده انه ان شاء الله يحصل يعني. دي مبادره في كل الروابط المهنيه واقفين فيها يعني، اشتراك مع السفارة السودانية إن شاء الله ربنا يوفق. مستني منك جوب. أوكي تمام شكرا لك يا زاهر. زاهر أنقذ الموقف يا فندم. زاهر رسل اي تي تكنيشن في هيلتون. تمام قال لك يا اخي انه الاي تي تكنيشن responsible providing guests with user high degree of satisfaction. الاي تي كده يو بي ريسبونسبل، خلينا ناخد ديل.
زي ما بيقولوا عليه الجوب ديسكريبشن، دي الحياة المطلوبة المهام. لو جينا شفنا احنا السيرة الذاتية يا شباب بتاعت الشاب ده، دي سيان جاي السيرة الذاتية بتاعته، يفترض انه من فوق من الاوبجيكتيف الفوق ده هنا، ده البروفايل توتال اكسبيرينس و15 ييرز ان اوبريشن اند مينتنس فاسيلتيز مانجمنت فيت اوت انستاليشن ما اعرف شنو الى اخره، دي التفاصيل بتاع السيره الذاتيه بتاعتك. اوكي انا هعمل كنترول اي، كل النص بتاعك انا شلته، شلت النص كله. السيره الذاتيه بتاعتك لو ما بتقدر تشيل النص ده معناها فيها مشكله، تمام؟ انا همشي لتشات جي بي تي بتاعي ذاك، وينه؟ شات جي بي تي ده عامل لي نيو شات، هقول له شنو؟ ده البرومبت بتاعي، هقول له تايلر اخواننا 3.5، ما بستخدم حاجه سبيشال عندكم كلكم اللي ما عنده يعني تايلر ذيس ريزومي ليه هندي، تمام؟ دي كلامك كله عملت له كنترول ايه بيد ذيس جوب ديسكريبشن برومبت، هنا حطيت له الجوب ديسكريبشن الشركه ما شايف وين، ما شايف هيلتون دي، عملت كوبي للكلام ده هنا بالضبط جوب ديسكريبشن، وله دونت advice just give me the final version of the resume. انا قلت فلسف لي واشرح لي وبتاع، اشرح كويس زول شنو؟ قلت قرا سريع، قرا بتاع زي الاكسل فايل بتاع صاحبنا زاهر جبال، دي السيره الذاتيه بتاعتك الماتشنج 100% 100% لشنو؟ للجوب ده يا حبيبنا، طيب الجوب ده لو قدمت لهم الاي تي اس بتاعهم السيره الذاتيه بتاعتك من اول السيره الذاتيه اللي بيختارها 100% ماتش. ليه؟ لان احنا البرومبت بتاعنا انه يا اخي تايلر الكلام ده، دي امير حسين كمبيوتر ما اعرف شنو كده بتاع ده، اللينكدين البروفايل سمري كده سيزون ما اعرف شنو بتاع، تمام؟ شيء كان ده عامل لكم طبعا لازم اراجعه برضه، يعني ممكن برضه يكون فيه مشكله، تمام؟ وينو من هو اللي كان ده نرسل له؟ أمير، أمير حسين، أمير أنا هرسل لك، خليني أرسل لك في العام عشان بس تعرف إنه في زوم هنا شباب التكست ما بياخد في تكست كبير، بيشيل شوية عشان كان برسل البتاع في دفعات الإدوكيشن بتاعك، تمام؟ طبعا أنا ما راجعت التفاصيل، ممكن يكون في ملاحظات وكده، لكن عامة من ناحية بتاعت ألاينمنت دي 100% ماتش، تمام؟ السكيلز بتاعتك هنا ده بيكون نفس الكلام اللي قالوا شنو؟ اللي قالوا دايرين انهم يلا دي هتعمل لها سيره ذاتيه هتسميها فيرجن شنو؟ كده سكيلز كلام قال كتير، زوم قال واي يا اخوان، طيب الكلام ده لحد هنا سكيلز بتاعت الزول ده، ثاني حاجة المينتنس، ولحد هنا ده هو كده عمك البتاع ده هتحط في ملف بتاع وورد تحوله لبي دي اف من غير أي فنيات، ما محتاج تاخد صورة وتاخد تيبل هنا وتغلب لونه أحمر ما محتاج أي حاجة، جاست تكست جري بسرعة ما يكون فيه، هتسمي الملف اسمك الأول اسمك الأخير دوت الجوب دي بلادي ولا الشركة التاريخ بتاع اليوم دوت بي دي اف وانتهينا، سلام. طوال بتمشي تلحق لينكدين بترفع الكلام ده والفيرجن بتاعك انت عارف السي في دي للجوب ده، لينكدين ممكن ترفع له 500 سيرة ذاتية ما بقول لك لا، فانت كونك تسيره ذاتيه واحده تقدم لكل الجوبز انت يو ار فيلينج يور اون سيلف، دي مشكله. فده ده يوز كيس كيف انه نستخدم البرومبت انجينيرنج في انه اساعدني في انه انا القى وظيفه. يا شباب احنا استخدمنا في الكتابه كونتنت
واستخدمناه في اللي عملت له للريزومي او السيره الذاتيه، وفي استخدامات تانية كثيرة أنا في الشغل بيساعدني كثير جدا. يلا من البرومس اللي أنا ممكن أديها له برضو هنا، ده هرجع تاني للشات جي بي تي. شايفين الكتابة اللي كتبها لي جبال؟ كتب لي شنو دي الأدوار، تمام؟ قلت له كده بتاع ده هنا أقول له شنو؟ أكت as a creative writer professional. Act as a professional creative writer and criticize. تاخد لي الكلام ده above article then ده اديني نمرة واحد البرومبت then give me another version that may satisfy or may make my 10 years old daughter happy. Also no, create a poem out دي قصيدة يا اخوانا ذا ارتكل قصيدة. شوف اخوانا البتاع ده كيف عقدت الامور انا، دي اسمها تشيننج اللي هو برومبت الاوتبوت بتاعه بيخش في برومبت الاوتبوت يلا انا داير الكلام ده كله شنو ان عربيك وشكرا. كريتيك للارتكل الأبطال يصنعون الفرق في المنظمات التطوعية في السودان وبتاع. دي القصيدة، بلاد السودان يا لها من مكان فيها المنظمات تعمل بإيمان. إليكم. المهم وهنا نقول له شنو؟ write the new article also. تمام، منظمات خيرية في سودان أصدقاء الأطفال والبيئة، هل سمعت عن منظمات خيرية في سودان أصدقاء الأطفال يعملون بجد لعالم ما أعرف شنو؟ يلا هنا أنا برضه بوريه وأنا حخاطب منه بالكلام ده. بيتي وفي نفس الوقت عمره 10 سنوات وإلى آخره وإلى آخره. تمام؟ يلا هرجع عليكم ليوز كيس ثاني أنا استخدمت الجوب ديسكريبشن ده وعملت له توين شيب مع اللي هنا. يلا زورنا ده ذاته مذكرينه عبد الحسين كده، خلينا نمشي نشوف البروفايل بتاعه في لينكدين شكله كيف. عمير حسين نتورك انجينير ات ناشونال انفورميشن سنتر. لحد اسي انت عامل انك انت مهندس قاعد وين يا عمير؟ في المركز القومي للمعلومات في السودان. كده انت قلت شنو؟ فانا ما داير شغل لانه انا شغال. وقال لك معناها شنو؟ معناها انت داير زي ما بقول تتعزز فينا انك انت والله شغال يا سيدي، ما حنقدر نفاوضك ولا بتاع. الاباوت بتاعك انك تيم بلاير ان ايبل تو ورك اندر بريشر ريجرس، ما اعرف شنو بتاع. هل الكلام ده فعلا بيعكس السيره الذاتيه بتاعتك يا عمير؟ الكلام ده هنا ده طيب نمشي نقول له شنو؟ نقول له يا اخي define my LinkedIn profile from above زمان. هيدلاين بتاعك يا سيد امير، دي الكلام اللي بيقوله سيرتك الذاتيه. انت سيرتك الذاتيه وبروفايلك في لينكدين متفارقات لبعض. فالبرومبت انجينيرنج ها ما عملت ابديت قريب يعني. اي ما عملت ابديت قريب، لكن الناس دايرين الابديت عشان تمام كويس. لحسن الحظ انه شات جي بي تي ولا اللانجوج مودلز بتساعدنا في الكلام ده. فده بس البروفايل بتاعك الجديد. انت ارسلت لك التكست، خش في شات جي بي تي نفس الكلام ده وقول له نفس البرومبت. قول له يا اخي ريفاين ماي لينكدين بروفايل من الكلام ده، يعني خدت له الانبوت كل الكلام اللي فوق ده وقول له اعمل لي الكلام. المفترض انه يديك نفس النتيجه. تمام، ده انذر يوز كيس يا شباب، انه كيف لينكدين بيساعدني في الامبلويمنت والريكروتمنت.
في أي سؤال سو فار يا شباب؟ لأنه أنا خلاص والله العظيم وصلت لحد، هنقوم شنو؟ انا بس كنت دايرك تعيد الخطوات اللي عملت بها التشيك ليست حقت الريكوردينج الوجه. بعدين بيكون موجود، الريكوردينج بيكون موجود، ممكن ترجع عليها واحدة واحدة. هنا ده تمام، تمام؟ مشكور، دي جاهز. هنا ده التكنيكس، قلنا انه الكرافتنج واليوزنج التمبلتس والايتريتيف ريفاينمنت للبرومبتس، الكونتنت كرييشن دي الحتات اللي انه الابلكيشن بتاعتها ده سيمبل برومبت غلط، وبتلقوا هنا برضو السورس بتاعه، انا جبت الكلام ده من وين، الفيديو سكريبت اباوت مايند مابينج ده سيمبل برومبت، لكن البرومبت اللي هو بيكون شحمان انه ساعدني انه اعمل اوت لاين للسكريبت للتيتوريال فيديو بتاعي في المايند مابينج، الكونسبت عن البيزنس براندنج only include the promotional projects بس، تمام؟ فده ده دي الحاجه الصح المفروض اديها له، ما الناس ما تكسل في انه تكتب له كلام كتير يعني. يلا نيجي للتشالنجز يا اخواننا، البريدكتابيلتي والكونسستنسي للاوتبوت، في كثير من الاحيان الزول ده ممكن يالف ودي اسمها الهلوسينيشنز، التهيؤات. لو في زول فيكم بيتهيأ حاجه ولا بتاع، زول فيكم او سي دي بعد ما طلع من البيت ركب العربيه جه راجع قال الباب انقفلته ما قفلته، ما عارف شنو تلقاه، زي حالتنا كده مرات تلقى النظاره خدتها في راسه وفتش فيها، موبايل شايل في يدك بتفتش فيه الى اخره، الطاقيه برضه خدتها في راسك بتفتش فيها، كلام زي ده. فالتشات جي بي تي او اللارج لانجويج مودلز بتعمل الكلام ده، فنحن لازم يعني نتاكد دايما من الاوتبوت بتاعه انه كونسيستنت صح. تاني حاجه الموديل عنده بايسز، يعني لو قمنا قلنا له هما بيتدرب بديتا، الداتا دي موجوده اونلاين، دخل هو شاف السودانيين الموجودين اونلاين في ويكيبيديا في غيره في غيره، لقاهم كلهم لونهم احمر مثلا او كلهم لونهم دارك دارك شديد، انواع بنقول عليه الكحلي ده، تمام؟ قمت قلت له يا اخي اعمل لي صوره، ده لو انا عندي الهناية مثلا قلت له بدالي اعمل لي صوره لسوداني او ناس قاعدين في شرق افريقيا شكلهم كده كده، هو مدرب على انه الناس اللي قاعدين ديل يفترض انه سحنتهم شكلها كده. قريبات دي حصلت مشكله كبيره جدا بيتكلم عنها ايلون ماسك، ناس جوجل جيميناي، الناس اللي عملوا شنو؟ قالوا انه اي زول هتجيبه هنطلعه اسود، ما اعرف لو شفتوه ولا لا، لكن واحد طلب، واحد صحفي وده كان طلع لايف كده بيتكلم عن الموضوع، في صحفي قال داير صوره للبابا بالضبط، ده اللي قام طلع عليه صوره للبابا لونه اسود، البابا طبعا يا اخوانا اللي جنريشنز كده اللي هو لون ابيض. تاني قام قال له شنو؟ قال له يا اخي داير صوره للفايكنجز، الفايكنجز دي الاسكندنافيان الناس يعني لون الدم الدم بتاع اللي في جابوا لك يا زول سود ومعاهم شنو؟ ومعاهم كمان ايشيان للدايفرسيتي، جاب لي صينيين ثلاثه كده معاهم. فده بايس تمام؟ لو قمت سالتوه من اي موضوع له علاقه بالجندر هو بيكون مدرب بصور فيها رجال وتحديدا الرجال بيض يعني، فالنسوان ما بيكون ريبريزنتد في الـ في الـ هنا في اللايت لانجويج مودلز، فدي حاجه برضو الناس لازم تسويها، الهلوزينيشنز بتاعت الهنا دي، الايثيكال كونسيدريشنز برضو بعض المرات بيقوم يكشف لنا بيانات قد تكون سريه، وحصلت حصلت يعني في ناس خدتوا محاضر بتاعت اجتماعات دايرين محضر بتاع اجتماع كامل لشركه وكده وما كانوا كوشس بطريقه كويسه، يعني شيروا كميه بتاعت بيانات وبتاع، في النهايه دخلت في التريننج سيت، بعد قالوا اوبس والله لا لا احنا ما هنا بتاع، المهم القصه انكشفت يعني. في ناس يا اخوانا هاكرز بتوعنا اللايت لانجوج موديل زين، يعني بيعرفوا كويس البرومز كيف انه يتلاعبوا بيها، تمام؟ ثاني حاجه لازم يكون في برضه بالانس ما بين الحاجه المتخصصه جدا الموضوع المحدد جدا والفلكسبيليتي في المواضيع وكده، دي واحده من التشالنجز في البرومبت انجينيرنج، تمام؟ التشالنجز دي انه والله يا اخي احنا هنعمل شنو؟ لازم نعمل ميتيجيشن للبايسز، لو جانا برومبت فيه مثلا الناس كلهم سود لازم نقول له يا اخي معلش في ناس ثاني خضر وبنيين وما اعرف شنو بتاع الى اخره. ثاني حاجه في تكنيكس مختلفه للكلام ده، لكن مين اللي بيكون داخلين فيها؟ في هيومن انترفينشن، تمام؟ لازم يكون في طوالي تيستينج وريفاينمنت، يلا دي واحده من حياه الناس اللي بتشتغل فيها وبتطلع قروش يعني، تمام؟ دي ابلكيشنز انا اخترت عليكم سته، انا ما جربتها ولا واحد عشان ما اكذب عليكم، لكن ممكن تجربوها. الابلكيشنز دي بالضبط بتعمل لك
البرومت الكويس. يعني احنا مشينا عملنا كوستمايزيشن للبروفايل بتاعنا صح؟ ثاني حاجه وريناه ان احنا منو؟ دايرين شنو؟ قاعدين وين؟ بنكتب بيها توتون. الابلكيشن دي اليوزر انترفيس بتاعها بتاع انه انت منو؟ وريني نفسك. نمره اثنين انت داير الاوت بوت يكون شكله شنو بيها لغه؟ يعني بيسالك سؤالين بيخليك تكتب البرومت اللي انت داير تكتبه بصوره صحيحه، بدل ما تكتب وترجع تعدل وتكتب وترجع. فدي سته. انا هشير معاكم البرزنتيشن نفسها يا شباب على اساس انه لو واحد منكم او كلكم قدر تستخدموها، قدر تعلموا بيها ناس تانيين، وشاي هايلي ريكومند انكم تعملوها. انا قلت يعني شيرت معاكم الحاجه اللي بعرفها بس، يعني ما اكتر من كده. تمام. فدي كان كلام الليل عن البرومت انجينيرنج. هو مجال واعد جدا جدا، فيه فرص بتاعت عمل. في ناس حاليا بياخد 362 الف دولار، 362 الف دولار سنويا كمرتب عشان يشتغلوا برومت انجينيرز. ده شغالين مع اوبن اي اي وغيره يعني. تمام. الفيوتشر بتاع اللايج لانجويج مودلز يعني واعد ومبشر، وكلنا يفترض انه شنو نكون جزء منه يا شباب، نتعامل مع التولز بجديه، نديها انبوت، نعلم عليها اولادنا وبناتنا، وكمان ناخد بالنا انه فيها جوانب يعني نيجاتيف نحاول تو اوفركم ات. الريفرنسز بتاع البرزنتيشن وكل الحاجات مثلا بتاع تشات جي بي تي، ناس اوبن اي اي نفسهم خدتوا لهم جايد اسمه برومبت انجينيرنج وشات جي بي تي، كويك جايد تو تكنيكس تيبس اند بيست براكتس. في كميه بتاعت ناس برضو شغالين في الموضوع ده، في فيديوهات في اليوتيوب جميله جدا جدا. فانا كبير والله، عملت لي حاجه كده عن المرتبات كده، خلينا نشوف وين خطيتها عشان دي ما خطيتها هنا في البرزنتيشن. خلينا احطها عشان شنو تكون ديفايس ما سالاريز. سالاريز شايفين سالاريز يا شباب؟ سالاريز ايوه انجينير سالاريز. تمام. دي الصورة دي هنا، ده الميديان يا اخوانا، عارفوا اللي يحصل كويس انه ده الميديان سالاري، ده ما الاكزاكت. في ناس بياخدوا فوق هناك، في ناس بياخدوا هنا، ده تحت حسب انت من الليله لو اشتغلت طورت البرومت انجينيرنج يعني سكيلز بتاعتك، مؤكد هتلقى فرصه، هتكتبه في السيره الذاتيه بتاعتك انه انا برومت انجينير ويز دومونستريتد، وعارف السكيلز بتاع بعمل كده بعمل كده. انا صلحت 200 سيره ذاتيه لزملاني في رابطه المهندسين كفولنتير ورك، وفيهم خمسه اشتغلوا، ودي تستموني من زول منهم الريفرنس بتاعهم ده قاعد هنا اتصلوا بيه واعرفوه. دي كل حاجات ممكن انا كان انهانس السيره الذاتيه بتاعتي بيها. وفي اي فلو جي بي تي. الحاجه الاخيره يا شباب انا هشير معاكم، يلا ده الحاجة شايفينها الترجمة تسير الذاتية سكيل اكسشينج جروب، ما أعرف شنو بتاع مدارس تعليم القيادة في قطر. طبعا في ناس كتار بيعرفوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لكن لو شفتوا هنا ده قائمة مدارس التدريب القيادة المعتمدة في قطر، ديل هنا ده. بعدين هل يوجد المزيد من المدارس؟ نعم. طيب كم رسوم الدورة ونصف الدورة في كل مدرسة؟ جاء في جدول ده كده ما أعرف شنو بتاع إلى آخره، وأعتقد الخطاب إلى آخره. في حاجات كثيرة جدا ممكن دي مسيرة ذاتية. أيوة دي هنا دي اللي استخدمته أنا البتاع ده بيدالي ده هنا ده بستخدم شنو؟ شات جي بي تي 4 بقى يا شباب. تمام. ده هنا ممكن أرفع ملف من الكمبيوتر بتاعي، ممكن أعمل إيمج جنريشن. يلا في الفور، وانا لو في زول ما شغال ما عنده اي دخل ولا بتاع، لكن عنده 100 ريال، انا بنصحك تمشي تعمل بريميوم اكاونت لمده شهر. الشهر ده ادعك فيه الموضوع ده يجيب نهايته. ليه؟ لانه دي كلها جي بي تيز، شايفين دي كلها يعني بتاع البرومت انجينير، دي كلها جي بي تيز. بقى في سيرش انجين يا شباب، بقى في اب ستور بتاع الجي بي تيز، دي كلها حاجات اون توب اوف تشات جي بي تي. عشان كده كبير قلت لكم، لو تقول لي يا اخي والله يا اخي ده احسن من شات جي بي تي، احسن شنو؟ وده فوق شات جي بي تي اصلا في المنصه. لكن في زول شاطر اشطر من ناس اوبن اي اي نفسه، من عمل شات جي بي تي بيستخدم البدايه بتاعهم بصوره احسن، طلع قروش احسن منهم. شفتوا كيف؟ ده لي هوت مود ما اعرف شنو بتاع الى اخره.
هنا بتاعينه الرايتنج، رايت فور مي، ده ابلكيشن بتاع، وكله فريميوم يعني، بتخش بيدوك مثلا 10 تجارب كده بتاع والى اخره. فهذا كل شيء عندي انا يا شباب عن محاضرة اليوم بالتعاون مع رابطة المهندسين السودانيين بعنوان هندسة وتقنيات المتطلبات، مقاربات مبتكرة لتحسين التفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي. كل واحد فينا يا شباب ما بيقدر يطور نفسه وقدراته في انه يتعامل بصوره كويسه مع البرومبتس، انت بتكون قابل لانك تكون ريبليسبل في الشغل بتاعك. لانه تذكر لو في حاجه واحده دايما بتذكروها اللي هو الهاشتاج بتاع اسمه AI and I. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك يا دكتور. جزاك الله خير. وإياكم يا شباب، بارك الله فيكم. لو ما في سؤال ولا شيء يا شباب. تسلم يا دكتور، تسلم والله. مشكور يا دكتور والله، أنا عظيم الشرف. شكرا، شكرا لكم كثير يا شباب. مشكور يا دكتور، الله يسلمكم يا رب، يديكم العافية. شكرا جزيلا. ما شاء الله. الله يسلمكم يا رب، يديكم العافية. أنا حشير لكم الملف، الملف حشيره إيه؟ شيرت أنا. الله خير يا دكتور. الله يكرمكم يا رب، الله يجزيكم كل خير. انا هرسل الملف الاخير ده لهاشم، ان شاء الله يجيكم بحاجه. لا ان شاء الله. الله جزاك الله خير. الله يسلمك، يديكم العافيه يا شباب. هاشتاج اسمه هاشتاج AI and I. هذا هاشتاج ظريف يا اخي. مهم. يلا السلام عليكم ورحمة الله، هجيكم السؤال هنا إن شاء الله، مع السلامة. هيسألكم عبر هاشم، والناس اللي في سيباك أنا هرسله في سيباك الملف نفسه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام.